دي دبابة مدفع 120 ملي ودرع سميك بيخلي وزنها يوصل لحد 75 طن وسرعة بتوصل لحد 70 كيلومتر في الساعة، والدبابة هي رأس الحربة بالنسبة للقوات المدرعة. أما دي مش دبابة، دي Infantry Fighting Vehicle أو مركبة مشاة قتالية، مدفع 25 أو 30 ملي ودرع خفيف بيخلي وزنها ما بين 25 إلى 30 طن، بالإضافة لقدرتها على نقل 8 أو 10 أفراد مشاة مسلحين بكامل تسليحهم لأرض المعركة، والهدف منها هو تقديم الدعم المباشر للدبابات ودايما تخلي أفراد المشاة قريبين من الدبابات. أما ده مش دبابة، ده مدفع ذات الدفع من عيار 155 ملي، مدفع 155 ملي ودرع خفيف بيخلي وزنه بين 25 إلى 30 طن، والهدف منه هو تقديم الدعم الغير مباشر لفرق الدبابات وفرق المشاة على طول الجبهة. العامل المشترك ما بين الثلاث عناصر دول هو عامل السرعة، أو نقولها بطريقة تانية عامل البرق. التلات عناصر دول بيستخدموا ضمن منظومة متكاملة داخل كل الجيوش الحديثة. أما الشخص ده فهو هانز جوديريان، وهو السبب وراء تطوير المنظومة دي. اسم هانز جوديريان معروف كويس جدا لمعظم الناس، لكن النهاردة هنتعرف عليه أكتر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم محمد حسني واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج وور باس، البرنامج باختصار وور اند بزنس، الحرب والبزنس. فيلد مارشال هانز جوديريان واحد من اشهر الاسماء في التاريخ العسكري الحديث، ودايما اسمه مرتبط بكلمات مشهوره جدا وعلى راسها اول كلمه هي ابو الدبابات، الكلمه الثانيه هي البانزر ديفيجن او فرق الدبابات، لكن الكلمه الاشهر المرتبطه باسمه هي بليتس كريك او حرب البرق. كلامنا عن هانز جوديريان هيكون في حلقتين، والنهاردة أول حلقة، وكالمعتاد نبدأ بالبدايات لأن البدايات هي اللي بتكتب النهايات. في الحرب العالمية الأولى هانز جوديريان بيخدم مع الجيش الألماني على الجبهة الغربية في فرنسا، وبيكون تخصصه مجال الاتصالات، وبيكون مسؤول عن محطة لاسلكي وحط تحت دي 1000 خط، لأن دي هيكون لها تأثير كبير عليه في الحرب العالمية الثانية. ومن خلال تخصصه هانز جوديريان بيكتشف أهمية سرعة التنسيق والتواصل ما بين القوات على أرض المعركة، وبيكتشف إزاي إن سرعة التنسيق ممكن تكون هي الفرق ما بين النصر أو الهزيمة. سنة 1916 بيتم أول استخدام للدبابات في المعارك، وبتكون في معركة السوم. أول دبابة صنعت في العالم كانت الدبابة البريطانية مارك 1، وكان ليها دور كبير جدا في النصر البريطاني في معركة السوم. معركة السوم بتصنف من أهم 3 معارك في تاريخ الجيش البريطاني، مع معركة ووترلو سنة 1815 ضد نابليون بونابرت، ومعركة العالمين الثانية سنة 1942 ضد إيروين رومل في مصر. سنة 1917 فرنسا بتدخل سباق تصنيع الدبابات بالدبابة رينو FT، وبتكون الدبابة رينو أول نموذج مشابه للدبابات الحديثة بسبب وجود برج متحرك. ألمانيا بتدخل سباق تصنيع الدبابات متأخر سنة 1918 بالدبابة A7V. وهنا في سؤال مهم، ايه علاقة هانز جوديريان بسلاح الدبابات؟ لانها اصلا مش تخصصه. والاجابة هي ان علاقة هانز جوديريان بالدبابات بتبدأ بعد نهاية الحرب العالمية الاولى سنة 1920. في الفترة دي هانز جوديريان بيتعرف على ارنست فولكهايم، واحد من قادة الدبابات الالمان في الحرب العالمية الاولى. بالاضافة لخبرته في سلاح الدبابات، فارنست فولكهايم هيكون واحد من اهم المؤيدين لاستخدام وتطوير سلاح الدبابات. إرنست فولكهايم كان ليه مقالات كتيرة عن طريقة استخدام الدبابات والتكتيكات الأفضل لتحقيق النصر في المعارك. هانز جوديريان بيتعلم كتير من أفكار إرنست فولكهايم، لدرجة إن في مؤرخين عسكريين كتير قالوا إن أفكار جوديريان مسروقة من أفكار فولكهايم، لكن النقطة دي هي محل خلاف كبير ما بين المؤرخين. في الفترة بين 1920 و1930 ألمانيا والاتحاد السوفيتي بيعملوا تجارب سرية مشتركة على استخدام وتطوير الدبابات، وهانز جوديريان بيكون مشارك في التدريبات والتجارب دي، إلا أن الدولة اللي كانت بتقود العالم في تطوير سلاح الدبابات في الفترة دي كانت بريطانيا، لأنها أول من صنع الدبابات. لكن سنة 1929 مع الأزمة الاقتصادية العالمية اللي عرفت باسم الجريت ديبريشن أو الكساد الأعظم، بريطانيا بتلغي كل تجارب تطوير واستخدام الدبابات، وده واحد من الأسباب اللي كانت وراء تفوق الألمان عليهم في بداية الحرب سنة 1940. سنة 1930 هانز جوديريان بيبدأ ينشر أفكاره المتعلقة باستخدام الدبابات، بالإضافة لتطوير ميليتري دوكترين متعلق بالمركبات المدرعة. وفكر هانز جوديريان بيركز على تنظيم الدبابات في فرق مستقلة بتعرف باسم البانزر ديفيجن أو فرق الدبابات. فكر فرنسا وبريطانيا في استخدام الدبابات كان لسه متأثر بالحرب العالمية الأولى، وهي إن الدبابات عبارة عن أدوات دعم ومساندة لفرق المشاة. علشان كده الدبابات الفرنسية والبريطانية كانت في بداية الحرب العالمية الثانية متوزعة على فرق المشاة كوسيلة من وسائل الدعم،
وده طبعا بيحد من فاعليه وقدره الدبابات في المعارك. فكر هانز جودرين في استخدام الدبابات بيركز على تركيز الدبابات في فرق مستقله، وبالتالي تشكيل ما يعرف باسم البانزر ديفيجن او فرقه الدبابات، والهدف منها ان هي تكون راس الحربه بالنسبه للقوات المدرعه علشان تقدر تخترق صفوف العدو. فكر هانز جوديريان الثوري بيصطدم بفكر رئاسه الاركان الالمانيه التقليدي واللي لسه برضه متاثر بالحرب العالميه الاولى. رئاسه الاركان الالمانيه كانت شايفه ان تنفيذ افكار هانز جوديريان على شكل واسع ده امر مستحيل، وده ادى لصدمات كبيره حصلت ما بين هانز جوديريان ورئاسه الاركان. الصدام ما بين هانز جوديريان ورئاسه الاركان هيولد حاله من الحقد والكراهيه المتبادله، واللي هانز جوديريان هيدفع ثمنها مع تطور الحرب. وفي المرحلة دي بيظهر دور إريك فون مانشتاين أفضل جنرال في الحرب العالمية الثانية. إريك فون مانشتاين كان على علاقة قوية بهانز جوديريان، وأفكارهم كانت متشابهة جدا في استخدام الدبابات. مانشتاين بيقترح حل بديل علشان يقدر يقرب وجهات النظر ما بين الطرفين، وهو مع تطوير سلاح الدبابات الألماني يتم تطوير مدفع متحرك يكون هدفه تقديم الدعم لفرق المشاة، والنتيجة هي تطوير مركبة مدرعة اسمها الستاج أو الشتوج، وهي عبارة عن مدفع راكب على شاسيه دبابة. الستاج مع نهاية الحرب بتكون أكتر مدرعة ألمانية بيتم إنتاجها، وفي نفس الوقت أنجح مدرعة ألمانية. الستاج لوحدها مسؤولة عن تدمير 20,000 دبابة روسية على الجبهة الشرقية. ولو حابب تعرف أكتر عن الستاج ممكن تتفرج على الجزء الأول في كلامي عن إريك فون مانشتاين. مع تطوير فرق الدبابات أو البانزر ديفيشن ظهرت مشكلة تانية، وهي مع سرعة تقدم الدبابات على أرض المعركة المسافة بينها وبين فرق المشاة بتزيد، وده خطر على فرق الدبابات. والحل هو تقريب المسافة ما بين فرق المشاة وفرق الدبابات، وده عن طريق تطوير مركبات مدرعة للمشاة عرفت باسم الانفنتري فايتنج فيهيكل أو مركبات المشاة المدرعة. حتى الآن إضافات هانز جوديريان لسلاح الدبابات عظيمة جدا، لكن الإضافة الأعظم هو إصرار هانز جوديريان على وجود جهاز لاسلكي في كل دبابة علشان يضمن سرعة التواصل والتنسيق ما بين الدبابات، وده هيكون الفرق ما بين النصر والهزيمة في معارك فرنسا سنة 1940. في مؤرخين عسكريين بيقولوا ان هانز جوديريان ما كانش الشخص الوحيد الداعم والمؤيد لاستخدام الدبابات في الجيش الالماني، وان كان في قادة المان كتير مؤيدين للفكرة وبيدعموها، ودي اشارة ان مش كل الفضل لازم ينسب الى هانز جوديريان في تطوير سلاح الدبابات. والكلام ده صحيح فعلا، الا ان هانز جوديريان هو الشخص الوحيد اللي تجرأ ان هو يعرض افكاره على رئاسه الاركان الالمانيه وهتلر شخصيا، بالاضافه لاصراره في الدفاع عن الفكره حتى لو اضطر ان هو يصطدم مع رئاسه الاركان الالمانيه، ودي اللي هيدفع ثمنها غالي مع تطور الحرب زي ما قلت. اصراره على الفكره هو اللي نسب الفضل اليه. جدير بالذكر ان هانز جوديريان كتب كتابين عن استخدام الدبابات. الكتاب الاول هو بانزر ليدر، وده واحد من اكتر الكتب مبيعا على مستوى العالم حتى الان، والكتاب الثاني هو اقل شهره واسمه اوتشينج بانزر. وبنختم حلقه النهارده سنه 1939 مع غزو بولندا. في غزو بولندا بيتم تنفيذ افكار هانز جوديريان على شكل واسع، وبتستخدم فرق الدبابات كراس الحربه بالنسبه للجيش الالماني، لكن التنفيذ والتطبيق الاشهر لفكر هانز جوديريان هيكون سنه 1940 مع غزو فرنسا، واللي عرف للعالم باسم بليتس كريك او حرب البرق، لكن ده ان شاء الله عنوان وموضوع الجزء الثاني في كلامي عن هانز جوديريان. ولحد هنا بكون وصلت لنهايه الجزء الاول. اذا عجبتك الحلقه دوس لايك، ما تنساش واشترك في القناه لو مش مشترك، واهم حاجه يهمني رايكم في الكومنتات. واخيرا شير في الخير، واشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.